فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس في صلاة القيام والتهجد وأثناء التعب والقيام الطويل يقوم بسدل يديه، فهل هذا بعض الناس في صلاة القيام والتهجد وأثناء التعب والقيام الطويل في الصلاة يقوم بسدل يديه، فهل هذا جائز؟ لا، هذا خلاف الأفضل. هو جائز لكن خلاف الأفضل، يترك سنة، لكن إذا تعب وأراد أنه يريح يده فترة يعني يسيرة ثم يردها إلى العمل بالسنة لا بأس، إذا فعل هذا من باب الراحة لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.